أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة التي تزوجت على الرجل الهندي، يعني السؤال، أن تظهر على أولادها النصارى؟ أولادها، نعم أولادها التي ولدتهم، التي ولدتهم هم أولادها وأبنائها، هم محارم لها ولو كانوا كفارا، ما دامت ولدتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهم أولادها، نعم. لكن ليس لهم عليها ولاية، إذا كانوا كفارا فليس لهم عليها ولاية، لا يعقدون لها النكاح ولا يتولونها، إن الله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نعم.